اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقاً لآليات التسعير المتبعة، وسعياً لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة. تم اتخاذ إجراءات لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر. وحددت اللجنة سعر بنزين 95 بسعر 17 جنيها للتر، وبنزين 92 بسعر 15 جنيها و25 قرشا للتر، بينما حددت بنزين 80 بسعر 13 جنيها و75 قرشا للتر. وأصبح سعر السولار 13 جنيها و50 قرشا للتر، والكيروسين 13 جنيها و50 قرشا للتر. أما المازوت المورد لباقي الصناعات فأصبح سعر طن المازوت 9500 جنيه، وغاز تموين السيارات 7 جنيهات للمتر المكعب. استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة والمحاضر الضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء، تنفيذا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة أشكال التعدي على حقوق الكهرباء. تابع الوزير مجريات تركيب العدادات الكودية على مدار الفترة الماضية، والتي بلغت 304,000 عداد تم تركيبها، وبلغ إجمالي عدد المحاضر لسرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية في شهر سبتمبر 383,000 محضر سرقة كهرباء بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلو وات، وبقيمة مالية بلغت نحو 1,221 مليون جنيه. أكد وزير المالية أحمد كوجك أن مصر والكويت لديهما سجل حافل من العلاقات الاقتصادية المشتركة، ويمتلكان آفاقا واعدة ترتكز على أسس قوية، بما يدفعها إلى تشجيع العمل على تعزيز الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات وتوسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين. وقال الوزير خلال لقائه مع نظيرته الكويتية نورة الفصام على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العربي التركي، إن التكامل العربي في مجال السياسات المالية يمكن أن يخلق إطاراً مستداماً لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بما تمثله من ضغوط شديدة، داعياً المستثمرين للاستفادة بما يوفره الاقتصاد المصري من فرص جديدة ومتنوعة. بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب مع رئيس وكالة التجارة الخارجية البلجيكية سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وبلجيكا في ختام زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل. وقال الوزير إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 2,100,000,000 يورو، مؤكدا أهمية العمل المشترك بالتعاون مع الوكالة البلجيكية وكذلك وكالات الاستثمار والتجارة بالأقاليم البلجيكية الثلاثة لزيادة معدلات التجارة، بما يعكس القدرات الهائلة التي تمتلكها أسواق البلدين وبما يحقق أقصى استفادة من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية. عقد وزير قطاع الأعمال العامة محمد شيمي اجتماعاً موسعاً بالرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج. وخلال الاجتماع تابع الوزير بشكل تفصيلي آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والتي تشمل نحو 65 موقعاً على مستوى الجمهورية، ما بين مصانع وشبكات بنية تحتية ومباني خدمية ومحطات كهرباء وموقف تركيب الماكينات الحديثة استعدادا لبدء تشغيل المصانع الجديدة.
في أسواق البترول العالمية، تراجعت العقود الآجلة للنفط وتتجه صوب التكبد خسارة أسبوعية بأكثر من 6% بضغط من مخاوف تتعلق بالطلب مع تباطؤ الاقتصاد الصيني وانحسار مخاطر متعلقة بالإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط. فقد انخفضت العقود الآجلة لخام بنت بنسبة 4% إلى 74 دولار و15 سنت للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 41% ل 70 دولار و38 سنت للبرميل. هذا وتراجع سعر المازوت عالميا بنسبة 26% ليصل إلى $2.19 للتر، كما انخفضت سعر الغاز الطبيعي بنسبة 77% لتسجل نحو $2.32 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة بالجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكس أن روسيا تعمل على خطط لتطوير الشراكات في ثلاثة اتجاهات هي السياسة والأمن والاقتصاد. أضاف بوتين أن بريكس تستحوذ على ربع صادرات السلع في العالم وأن دولها مهيمنة على عدد من الأسواق من بينها أسواق الطاقة. بريكس لديها ربع صادرات السلع في العالم، وهذه الدول مهيمنة في أغلب الأسواق بما في ذلك أسواق الطاقة والمواد والسلع التي لا يمكن أن يتم التطور والنمو من دونها. ودول بريكس تلعب دورا ملحوظا في الاقتصاد العالمي، وليس فقط اليوم، وإنما هذا الدور سوف يزداد أيضا في المستقبل. الدول المشاركة في مجموعاتنا فهي تعتبر رائدة وقاطرة في الاقتصاد العالمي، وبريكس في المستقبل القريب سوف تكون الأساس في النمو العالمي للناتج الإجمالي المحلي. هذا ويعقد الممثلون الشخصيون لقادة دول بريكس اجتماعات تحضيرية في روسيا للإعداد لقمة التجمع المقرر عقده من 22 إلى 24 من أكتوبر الجاري بمدينة كازان الروسية. وتنعقد القمة وسط تحديات اقتصادية وسياسية دولية هائلة على خلفية الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة، وخاصة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية، فضلا عن استمرار معاناة الدول النامية من تداعيات الأزمات الاقتصادية المتعاقبة خلال الأعوام القليلة الماضية. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لنهى وريهام. شكرا جزيلا لك فاطمة.